لو راح ننظم مسيرة للتنديد ضد الحكومة أو ضد الرئيس، للمطالبة بالعدس واللوبيا، للمطالبة بتحسين المعيشة، للمطالبة بزيادة في الرواتب، للمطالبة بكذا، أوكي نقولوا بلي الشعب يحتاج إلى تصريح. لكن الشعب هذا خارج يبكي، خارج يندب، خارج يحندب، خارج يويل ويعيط. لا تخرجوش، اعتقال النشطاء والشرطة تضرب وتعتقل وكذا، مثل ما شفنا كاين. يعني حلال عليكم انتم تديروا البوليتيك، تستضيفوا هنية وتستضيفوا محمود عباس وتديروا لقاءات، اوكي الشعب باش يخرج يبكي ويندب، تخلوش حتى باش يبكي. لماذا؟ لانه النظام او السلطة تخاف من انفلات الوضع، قد تتحول الى مسيرة ضد النظام الجزائري، ضد السلطة الجزائرية. اذا في الحالة هذه يا اما الشعب مريض مختل عقليا كلهم قاع مهابل، او السلطة في كرشها تبن وخايفة من النار. انا بالشعب نخاف منه يخرج، معناتها راه في كرشي تبن، معناتها انا خايف، معناتها انا مانيش صافي، مع انت راني داير حاجه ماهيش مليحه للشعب على هذا الاساس، لاني خايف للمطالبه برحيل النظام والمطالبه بابعاد هذه المنظومه الفاسده. الجواب نعم، لان صناع القرار الان، لان الرئاسه ومحيط الرئيس تبون يعرفون جيدا انهم قصروا في حق الشعب الجزائري، أنهم لم يوفوا بالوعد، خالفوا الوعد اللي وعدوا به الشعب الجزائري، وهو جزائر جديدة، جزائر عدالة، جزائر حرية، جزائر انفتاح، جزائر 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 ظهرت أنها أسوأ بكثير من ما كانت عليه قبل 2019 على كل المستويات، سياسيا أسوأ بكثير، رياضيا أسوأ بكثير، ثقافيا أسوأ بكثير، اجتماعيا أسوأ 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 بكثير، لدرجة أن الناس ولاو مشتاقين يأكلوا مصارن دجاج اللي حرمهم منه مستشار الرئيس المكلف بالتجارة والاستيراد والتصدير وكذا وكذا، حرمهم من مصارن لزابة تاع الدجاج، حرمهم منهم ولاو ما كانش ناس ياكلوا المصارن والكرعين تاع الدجاج اللي كنا نصدروا فيهم للفلبين، ولينا نستوردوا في الكرعين تاع الدجاج ونستوردوا في وسخ الدجاج، وسخ الدجاج لزابة اللي كنا نرموا فيهم ولينا نستوردوا فيهم باش يبنوا بهم الشرب، ولا يبنوا بهم المقارون، ولا يبنوا بهم السباغيتي، ولا يبنوا بهم، يعني يبنوا بهم الماكلة قصدي. يعني المنظومة السلطة فشلت، فشلت فشلا ذريعا، لدرجة أنها أصبحت لا تثق في الشعب. هذا يسموه عدم ثقة ما بين الحاكم والمحكوم. عندما يصبح الحاكم لا يثق في شعبه، معناتها هنا عدم ثقة، معناتها هنا السلطة لا تثق في الشعب. لماذا لا تثق في الشعب؟ لأنها تعرف جيدا أن الشعب لا يثق فيها، وبالفعل الشعب لا يثق. إذا كان إحنا اللي نعتبر نفوسنا يعني طز بين قوسين نخبة كسياسيين وإعلاميين ونشطاء كذا، نعتبر نفوسنا نعرفوا شوية علم الزمياطي، نعرفوا شوية علم الزمياطي، ونعترفوا للشعب الجزائري أننا خدعنا، أن تحشاتنا، اسمحوا لنا غلطنا، لأننا لم نحسن التقدير، لم نحسن التقدير. يعني شفت واحد اللي يحط البالون هكذا ويقول باللي ضرب الشطراك نضربها تجي منا، تروح له منا، سوء تقدير. هو كان داير في باله باللي تروح منا في البارا اللي منا يضرب منا، خرجت له فوق البارا كاع راحت له من هنا، سموه سوء تقدير. وهذا سوء التقدير قد يقع فيه افضل اللاعبين في العالم، مش معناتها واحد كي يغلط ما يعرفش يلعب، مش معناتها احنا كي غلطنا ونعترفوا اننا غلطنا معناتها ماكش سياسي، طز ماكش سياسي ماكش اعلامي، لا، لانه اعظم اللاعبين رونالدو، ميسي، محرز، بولي، مارادونا، هذ اللاعبين الكبار، واخطاوا في تنفيذ
ركلات الجزاء. بيناتي أخطأوا فيها، مش معناتها ما عرفش يلعب، معناتها يسموه أخطأ تقدير، أساء التقدير. كان داير في باله اللي يضرب يضربها من تجي خرجت خارج البارة. نفس الشيء بالنسبة لينا احنا، أنا وغيري من الناس اللي ممكن طمعوا الشعب وأعطاه شوية تفاؤل وشوية بصيص من الأمل وصبر وكذا وكذا، أخطأنا التقدير. في نهاية المطاف أنا أقول أنني أخطأت التقدير، أنني أسأت تدبير، أنني أسأت التحليل استشرافي والتكهن بجزائر جديدة غد أفضل، وبالتالي أعتذر. أعتذر لأنه عندما أقرأ، يعني أقرأ عندما أقرأ يعني بيانات مثل هذه اللي هي بيانات حقيرة، بيانات تافهة، بيانات أقل ما يقال عنها أنها رخص وطحين. لماذا؟ لأنه يسموه عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. يعني بيان مثل هذا نقراوه، مترو الجزائر هام، توقف الاستغلال التجاري يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 من الساعة 12 حتى الساعة 4 مساء على كامل خط مترو الجزائر من أجل القيام بعملية الصيانة للتجهيزات الأمنية بما في ذلك نظام التهوية. مترو الجزائر يعتذر لمستخدميه عن الإزعاج. شكرا، راكم تعتذروا، هذا شكون؟ مترو. أوكي، بعد كان نلقاو باللي الترامواي ثاني كوم بارازار يا سيدي، كوم بارازار توقف. سي ترام وحدة الجزائر العاصمة تعلم زبائنها الكرام أن خدمة ترامواي غير متوفرة على طول الخط، وذلك بسبب خلل تقني. نفس الشيء، سي ترام تعتذر لزبائنها الكرام عن الإزعاج المسبب، فرقنا تدخلت للإصلاح بهدف عودة الاستغلال في أقرب الأجال. الله أكبر. أي استفسار مزيد معلومات اتصلوا بخدمة الزبائن على الرقم طاز 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 طاز. أوكي مليح. ومن بعد فجأة سبحان الله اشترك، تعلم شركة مترو الجزائر مستخدمة أنه سيتم تمديد غلق كل المحطات على طول خط مترو الجزائر كذا من 13 إلى غاية 18، يعني زاد لهم زوج سوايع لأن المسيرة زادت مساء، وذلك بسبب أشغال الصيانة. شكرا. أوكي، ومن بعد عودة استغلال، الله أكبر يا خويا والله رايلين، عودة استغلال على طول خط الترامواي الجزائر العاصمة، تعلم شركة سيترام زبائن الكرام عن عودة استغلال الترام بطريقة عادية. وعلاش؟ لأننا خدمنا المترو كملناه لحقت الستة والمسيرة تفرقت والناس راح تدخل ديارها، آية الحمد لله كملنا خدمنا المترو. يعني رب عذر أقبح من ذنب، يعني رب رخص أرحم من الطحين أو أسوأ من الطحين. يعني لهذا الترامواي والمترو ما طاحوش اون بان من 2020، لانه في 2019 كانوا يطيحوا اون بان نفس الشيء، وكنا لقينا سبه المسيرات اللي هي ضد النظام واسقاط النظام واسقاط كذا كذا كذا. ملي فات الانتخابات 2020 جونفي 2020 موراها ولا ما يطيحش اون بان المترو والترامواي، جامي طيح اون بان، جامي طاح اون بان من 2020 الى 2023 اكتوبر ما طاحش اون بان. يعني صدفه سبحان الله، معاه تدخل في علم الغيب انت، صدفة 13 جانفي اليوم، والمشكل انه طاح اونبان من 12 للربعة برك، ومن بعد كي شافوا الحالة باللي لونبان كبير زادوا له حتى للستة. وعلاه من 12 للستة؟ لانه من 12 الناس راح تخرج من الجامع الجمعة وراح يدخلوا في المسيرة ومش راح يتفرقوا حتى المغرب ستة. اذا كي تشوفوا انتم ديروها الربعة اونبان، إذا شفتوا المسيرة مازال ما دخلوا الشعب ومازالهم الشارع يغلي وكذا كذا، زيدوا لها زوج سوايع. قال يا ودي مازلنا اون بان، كي تشوفوا الدنيا تفرقت العاصمة تفرقوا الستة عاود افتح المترو. يعني يتخيلوا أنه هذا الشعب حمير زوايل ما يفهموش، ما علمنوش باللي الشعب راه فايق باللي حبستوا المترو والترامواي باش الناس اللي ساكنين في الضواحي العاصمة ما يلتحقوش بالمسيرة المركزية في وسط العاصمة. وهذه المسيرة تعواش مساندة قطاع غزة. إذا هل الحكومة الجزائرية ضد قطاع غزة؟ لا، خطابات معها ظالمة أو مظلومة وكذا وكذا وكذا. هل الحكومة الجزائرية تلقت أوامر من باريس
قالوا لهم في الإليزي ما تخلوش الشعب الجزائري يخرج، لا، لأنه تبون راح يبين في العين الحمراء الباريس وقال لهم طز فيكم. إذا ما هو السبب؟ السبب هو أنه ماناش حابين نديروا مسيرة باش ما نديروش فوضى ومشاكل وترامواي، الناس ماناش حابين تعبهم، ترامواي راهم بان والمترو بان وماناش حابين. ولا كاين سبة أخرى؟ الله أعلم، ممكن تكون كاينة سبة أخرى. بنز داير الكعرة راه يقول السبة أنهم خايفين المسيرة نتاع مساندة غزة قد تتحول إلى مساندة، قد تحول المسيرة إلى تنديد بنظام وسلطة تبون. وهذا هو الصح، هذه الحقيقة. حقيقة أن الحكومة، مش الحكومة، الرئاسة، لأن الحكومة خضرة فوق طعام للأسف الشديد. أيمن عبد الرحمن وكذا ما نلومهمش مسكين، أنا نطلب من الشعب الجزائري أنه لا يغضب ولا يسب ولا يشتم أيمن عبد الرحمن وبعض الوزراء اللي معاه، لأنهم خدامين حزام. خاصة أيمن عبد الرحمن مسكين، يصلح إمام، يصلح مؤذن، يصلح يعني إنسان ولد فاميلا، تشوفوه توجور كيوت مسكين، خطيه موش قبيح، خطيه. يعني حتى في الزعاف ما يعرفش يزعف، يعني كي يزعف يقول اتمنى ان تكون وارجوك وكذا، يعني ناس ملاح. يعني اللي يزعف على ايمن عبد الرحمن انا نقول له مهبول. واحد يزعف من عبد الرحمن، ايمن عبد الرحمن مسكين ناس ملاح، خطير. حتى يثبت العكس الى راهو نار تحت تبنى الله اعلم. لكن لحد الان ايمن عبد الرحمن يبرز ويؤكد ويظهر انه خطيه مسكين، خطيه. صاير له كيما وزير الاتصال يتنحى مسكين بوسليماني، خطيه، ظلموه. سيد كان يلعب في الحومه بلوطه مع ولاده قالوا روح وزير اتصال. يا ودي ارواح، وها مسكين خرجوا من باب الضيق. ايمن عبد الرحمن نفس الشيء، سيد حسابات ومليون زوج ملايين كذا كذا كونتابيليتي كذا من منين، وزير